الشعب يريد صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح المعتقل. الحرية الفورية والحرية الفورية، الحرية الفورية والحرية الفورية، الحرية لولاد الشعب والحرية لولاد الشعب. مسؤول يا عمي يا مسؤول، الوالي يا مسؤول، الوالي يا مسؤول، الوزير يا مسؤول، الوزير يا مسؤول، العامل يا مسؤول، العامل يا مسؤول. اعتقالات ماشي حلول. خوتي اعلامي، قبل ما نكون اعلامي ان شاء الله، قبل ما نكون انا مستشار جماعي بجامعه الصخيرات اليوم وكفاعل جماعوي، اليوم احنا متواجدين امام محكمه الاستئناف. المسانده والدعم للمعتقلين اللي تعتقلوا مؤخرا فيما يخص الترحيل ديال البرارك ديال الدوار الجديد وبعض البرارك الاخرين على مستوى الصخيرات. احنا كنقولوا من العيب والعار انه الناس، كاين الناس اللي الدراري صغار اللي ما داروش حتى شي ذنب في هاد الازمه اللي وقعت للدوار الجديد خصوصا. اليوم حنا كنساندو باش كنطالبوا باطلاق سراح المعتقلين كاملين اللي كيهموا، اللي كانوا تشدوا في هاد المشكل ديال الدوار الجديد. وحنا مع التحقيق اللي خص يكون معمق حول هاد القضيه، ولكن الاسر ديال الضحايا هما اليوم متواجدين قدام محكمة الاستئناف للبت والتحقيق مع الوليدات اللي كاينين. كنناشدوا المعنيين وناشدوا السلطات يعني فك هاد الازمه وحل هاد الازمه باطلاق سراح هاد المعتقلين. اليوم احنا راه كنندد ونشجوا بهذا الاعتقال اللي كان يعني هم قاصرين، والمسطره خاصه تمشي مجراها الا دار شي واحد الذنب. اليوم راه هاد الناس هادو كنطالبوا من هاد المنبر بانهم ما دايرين حتى شي حاجه، كنطالبوا بفك ولا اطلاق سراحهم. اليوم حنا كنتواجدوا قدام محكمه الاستئناف مع الاسر ديالهم المسانده والدعم، ومن هاد المنبر اللي كنشكرهم قشور على التغطيه ديالو كنناشدوا انه فك واطلاق سراحهم اليوم قبل غدا، لانهم كاين التعليم، كاين كيقراو الوليدات. ثاني حاجه الاباء والامهات ترحلوا، ما عارفينش حتى فين مشاو، لانهم مشاو ليكريو. وهذه راها مساله معيبه جدا انه كيترحل الناس كيمشيو يكريو، سابقه في التاريخ انه كيترحل كيتفرغ لهم السكن ديالهم وكيطالبوهم بانه يمشيو يرحلوا ويمشيو يكريو. في سابقه ما عرفتش شكون هاد صاحب هاد القرارات اللي مشاو الناس يكريو بعد ما كان عندهم السكن ديالهم. كان الاجدر انهم يتوجد لهم الشقق ديالهم ويتعطاو المفاتيح ديالهم، او في انتظار العطله الصيفيه باش على الاقل تكون الازمه اخف من ما وقع. المهم احنا في هذا المنبر كنطالبوا باطلاق سراح هاد المعتقلين لاداء احنا كنتواجدوا هنا دعم ومسانده لهادو، ونتمنى خير من هذا في القضاء باش يطلق سراح المعتقلين ديال البلاد. الحدادي عيشه ولدي المهدي الغوصي اعتقلوا نهار ثاني، كنرجع من الخدمه خرج على راس الزنقه، جاي من الخدمه في راس الزنقه شدوه، ما عرفتش علاش شدوه، كيخدم عليا عنده 26 عام. مش دابا انا من نهار مشى وانا واحله فين واكلين في الكرا، خلينا مريبي لينا ما حيت لا الكرا ما حيت هو في الصيف ديال كوداس المصاريف، عارف المصاريف ديال الحبس صعيبه ماشي سهله، ومضيعينه في خدمته وخرج منها، وانا ما عنديش اللي مولف كيشري الدواء كيصرف عليا، هو الكبير عندي في الدار راه عنده 26 راجل، وانا ما ساخيش بولدي فرقني حتى شي نهار، ومعوله علي وما كبرته ولا حكته قد داك القدعه باش يعاونني وباش يعمر عليا، وعنده 26 عام ما كان حتى شي حاجه، ما عرفتش انا ما درت حتى شي حاجه. جاني الدري قال لي ولدك داوه، ما عرفتش علاش لدابا ما عرفتش علاش. ملي مشيت قال لي ولدك تقدم للمحكمه، الجندر ما عطى ما خلونيش كاع نشوف تشتو في الزياره. دابا جيت نطلب نشوف ولدي عنده اليوم الزسه، وقالوا لي باقي ما جاش، ما عرفتش جا ولا ما جاش. اليوم 25 فاش غيدوز في المحكمه؟ جيت المحكمه انا كنطلب من جلاله الملك الله ينصر على الحق، ان يدير لنا يشد لنا الحق ديالنا، كنطلب عليه الله يخليه ويخليه صحيحته بالله، يشوف من حالنا ويطلق لنا وليداتنا لا ولدي ولا اللي معاه. انا كنطلب منه يطلق لي على ولدي، ما كنطلب حتى شي حاجه، والسكن ديالنا وولدي راه من نهار مشى وانا مشرد، هو مشرد وانا مشرد، راه ما كنعش وما كناكلش على خاطري. ان ما عندكش ولدك مشدود
القدره تي كتحس براسك تي مشدوده راه بحالتي كيعلم بها الله. وانا مريضه كنشرب الدواء والدواء ديالي ما بقاش كيقر فيا بداك السير ما بقيتش كنعس وبزاف من الحوايج واخا نعيا ما نقول لك ما غاديش تقدرني. كل واحد كيعرف بالكبده ديال الام كيفاش كتحس ملي كيكون ولده مشدود كتاكل كتفحل ليها كتاكل حاجه كتقول ولده ما كلاهاش ولدي ما عادش كيدير حالو ما عايشاش من نهار شدو وانا مشرده وراه يعني انا ما حاساش براسي عايشه ما كنعرفش بالليل وبالنهار. وانا كنطلب منه ما يطلقوا لي ولدي باش يخدم عليا يعاوني ويعاون راسه راه كان هو اللي معوله عليه باش هو اللي كان معاوني ودابا انا وليت باغا باش نعاونه وليت خاصني باش نصيفط ليه وكارين والعيشه والخدمه على قد الحال وبو انا خدامش نيشان شي يومين في السيمانه اش غندير بها نصيفطها ليه ونعيش بها ولا نركني بها ولا شنو غندير بها هادشي اللي كنطلب. العالمي الحروني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد جينا في هذه الوقفه للتنديد بما وقع خصوصا في دوار محجر الصخيرات حيث تم وقعت احداث ماساويه. هذه الاحداث الماساويه السبب ديالها هي تهور السلطات وعدم الالتزام بالاتفاقيه مارس 2005 والتمييز بين المواطنين في نفس الدوار. هذا التمييز ما بين شطرين لاصقين جيران والتمييز بيناتهم هادو نسكنوهم هادو نرميهم الخلاء غير مقبول وهذا الشيء دفع بالسلطات التهور ديالها وعدم الحوار ديالها لانها مطلوب انها تحاور مع جمعيه شباب محجر دوار جديد باش لانها وارده في الاتفاقيه مارس 2005 وارد انه خص يكون حوار ما بين هذه المجموعه كامله الجهات اللي وقعت الاتفاقيه مع الجمعيه ديال شباب محجر. وهذه الاتفاقيه وقعتها وزاره الاسكان وقعتها العماله الصغيره تمارا وجامعه تمارا والعمران والمكتب والمجلس الاقليمي لاقليم صخورة تمارا. هادو كيتحملوا المسؤوليه خصهم يلتزموا بديك الاتفاقيه وهذا ما يطالب به ساكنات دوار محجر. سعود اللي وصلوا البارح سعود المعتقلين اليوم غادي يتقدموا 8 على ما اظن 8 غيتقدموا او اللي يتقدموا كاملين. واحد البارح درت ليه تحقيق تقدم البارح شي تحقيق يمكن غيكون مع هادو ديال اليوم وجينا تزامنا مع هذا التقديم باش ننبهوا القضاء لانه خص يرد شي شويه البال لما وقع للتقارير اللي مرفوعه من بعض الاجهزه اللي تحت الضغط كيضغطوا على الناس وحنا عندنا هذه المعلومات كيضغطوا على الناس باش ياخذوا منهم التصريحات للدخول هذا. كنحيي الجريده ديالكم الجريده ديالكم اللي جات تغطي هذا الشيء هذا وكنتمنى ان هذا الشيء ينتشر مزيان لانه غير مقبول في هذا العهد هذا يجيو يديروا هذه الفضيحه اللي داروا 21300 اسره بالركه يعني اسره ضربها في 5 فيتا 100000 مواطن في شهر رمضان غنشردوا كل شيء بلا حوار بلا والو. هذا اش فيلم هوليودي هذا يمكن هذا الشيء ديال يعني كيجريو بحال الدب كيجري فوق الاواني الخزف لقاو الناس ضعاف لقاو الهيئات السياسيه ضعاف غفلوا كل شيء رحلوا كل شيء والعقارات اللي بقات لمن غادي تمشي. خص يتواصلوا راسلناهم في الحزب الاشتراكي الموحد راس البيانات الدارت ديال التنسيق خص مينيموم الاحترام للهيئه السياسيه والحقوقيه يستقبلوه يقولوا لهم شنو بغاو يديروا واش هذا نموذج تنموي هو طحن بنادم طحن باباه طحن مو وباش نخلي العقار يدوز لجهه اخرى حنا ما عرفناش واش هذه هي الدوله الاجتماعيه في عز رمضان كتشرد عدد كثير من المواطنين. هذا الشيء يناقض التوجه اللي الدوله على الاقل تروج له وشكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.